الآن نتكلم عن وضع صحي كارثي بكل ما تعنيه الكلمة. مع الصمت العربي والدولي والإسلامي يصبح الوضع كارثياً أكثر فأكثر. الآن مستشفى الكويت التخصصي أصبح ضمن المنطقة المهددة بالإخلاء للأسف. العدو الصهيوني يتغول على كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية. ليس هناك مكان للمرضى والمصابين ليلجأوا إليه إلا هذا المستشفى. نحن اليوم من وسط القصف والدمار نطالب من مستشفى الكويت التخصصي بتوفير حماية دولية من الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية لهذا المستشفى. هذا المستشفى هو المستشفى الوحيد، هو الملاذ الوحيد للمرضى والمصابين للجوء إليه. لا يوجد مكان آخر للجوء إليه. يوجد في هذا المستشفى عدد كبير من الطواقم الطبية، يوجد في هذا المستشفى عدد من الوفود الطبية الماليزية والأندونيسية. نحن نطالب الآن وبشكل فوري بتوفير حماية دولية لهذا المستشفى. لا مكان آخر للمرضى والمصابين للجوء إليه. يجب أن يقف الجميع عند مسؤولياته. دماؤنا وأرواحنا أمانة في أعناق كل أحرار العالم.